الجروب بس للجنة، خاف تجي تفتش في إذا تشرح على الإف سي سي وصوت وصورة واضح هناك روح على الإف سي سي. إكستراكشن أني كل الطرق اللي راح أخذها ديستيليشن سيباريشن فلتريشن، إكستراكشن هي عملية فصل استخلاص للمواد الأكتيف كونستيتوانت. منين دا أخذها؟ دا أخذها من النبتة. راح نجي نركز على هذه الطرق، هي مو طريقة واحدة، وليش صنفت وطلعت عندنا أكثر من طريقة؟ ليش عندي إكستراكشن ميثود ميثودز مو ميثود واحدة؟ إكستراكشن ميثود الإكستراكشن involves the separation of active constituent of a plant cell. هي هسه قبل شوية حكيناها، قلنا واتفقنا إنه هذا الدراج استخلصه not only from the natural product from a plant، بس إيش قلنا؟ قلنا احتمال من الفنجل واحتمال من الانيمالز، وطلعتكم عليها examples باللاب المضاد. شلون اسوي عمليه الاستخلاص؟ اكو فد محددات حتى اقدر استخلص. انا مو اجيب نبته واطحنها وهاي اقول استخلصتها، هذا مو استخلاص. من قلت لكم السنه مكي اللي هو بيور ناتشرال برودكت اللي طحنته وخليته از تابلت واخذته از دراج، هذا ما استخلاص، هذا ما يدخل ضمن الاستخلاص، هذا عملية تابلتينج اونلي. اللي دا استخلصه هو يدخل بيه فتشي اسمه سوليفنت. شنو اسمه؟ اسمه سوليفنت. السوليفنت ينشق الى جزئين، يا اما يكون هو ميكشر من الكحول مثل الميثانول ايثانول وبلاس ووتر اور بيور ووتر حسب نوع البرودكت اللي أنا أريد أو المستخلص اللي أريد أطلعه من النبتة. مثلاً عندي الألكالويدز. الألكالويدز هي مركبات تذوب في الماء بسهولة، فمن أجي أحط مادة حتى أذوبه وأستخلصه وأسحبه من النبتة أكيد يعني بديهيا راح أستخدم الووتر as a solvent. بينما عندي مركبات لخة لا والله هي ووتر نون سوليوبل فأستخدم لها كحولات مثلاً ميثانول اور ايثانول، ويجوز اخليها وياها فد ميكشر ويا الووتر. فمعناها اني من اريد استخلص ايش راح استخلص؟ استخلص باستخدام ووتر اور سوليفنت. سوليفنت يشمل الووتر ويا المذيبات الاخرى. لهنا عندكم سؤال طلاب؟ احد يحكي؟ طلاب اي واحد؟ واضح الشرح لهنا؟ واضح دكتور. تمام. نيجي نحكي على الاكستراكشن ميثودز. هاي الاكستراكشن اللي قلنا احنا ناخذ بيها سوليفنت وفتولز معينه وخليت النبته وراح اسحب من عندها الاكستراكت الاريده اللي موجود بالاكتيف كونستيتوانت. تتقسم الى نوعين من الميثودز او الطرق، وحده اسمها هوت ميثودز واللغه اسمها كولد ميثودز. الهوت ميثودز إذا واضح السلايد يمكم، الهوت ميثودز ينشق إلى قسمين أو جزئين أو طريقتين، النون كونتينيوس هوت ميثود والإنفيوجن أند ديكوكشن. هذا اثنيناتها وين تروح؟ تروح على الهوت ميثودز. إذن عندي طريقتين، وحدة اسمها هوت ميثودز، من اسمها هوت هسه أشرح لكم إياها شنو معناها، معناها أكو حرارة، والكولد ميثودز معناها without only heating. الهوت ميثود هو النون كونتينيوس ميثود، هاي اول وحده، والثانيه انفيوجن اند ديكوكشن، اثنينها تستخدم الهيت بعمليه الاستخلاص. الكولد ميثود اللي هي كونتينيوس اللي قلنا عليها الكولد ميثود اللي هي الماسوريشن راح نجي عليها. الثانيه الطريقه الثانيه اللي هي الكونتينيوس هوت ميثود اللي هو الريفلكس اند سكسوليت. يعني انا عندي شقد؟ عندي طريقتين، النون كونتينيوس هوت ميثود اللي هي يسموها الطريقه الغير مستمره، وراح اشوفكم اياها الاجهزه عندنا باكر ان شاء الله باذن الله من تجون حتفهمون شنو نون كونتينيوس، وراح تشوفون اللي هي مثالها الانفيوجن اند ديكوكشن، واللي كونتينيوس شنو حتشوفوها اللي هي ريفلكس اند سكسوليت. طبعا السكسوليت فد معده كلش شائعه الاستخدام بعمليه الاستخلاص للنباتات، هي يعني تيبيكال لاستخلاص المركبات الفعالة من النباتات باستخدام هذه المعدة اسمها سكسوليت. نعم الصورة ما طلعت. تمام هسه واضحة؟
هسه هم دكتور لا شنو كل ما طالع السلايد؟ لا مو كله هسه ايش طلع عندك؟ تمام هسه تمام تمام اوكي هسه نرجع نحكي قلنا عندنا طريقتين للاستخلاص استخلاص الهوت ميثودز اللي هو كونتينيوس والنون كونتينيوس والكولد ميثود واحده هو عباره عن مايزريشن راح نبدي ناخذهم بالسره الكولد ميثود اول طريقه وهي اسهل طريقه وشرحت لكم اياها بشكل مبسط باللاب الموبايل قلت لكم احنا نجيب اي نبته ونحط لها سوليفنت يا احط لها كحولات او مثيل ميثانول او خليط من الووتر والكحولات او اي نوع مذيب اخر اني اعرف انه حيذوب لي المواد اللي اريد استخلصها بهذه النبته اخليها بدون استخدام حراره which include soaking اللي هو عمليه تنقيه of plant material with the solvent until penetration of cellular structure and the active constituent dissolved in the solvent. The procedure include placing the plant material in a container and adding the solvent. فشي كلش بسيط تجيب الكونتينر سواء جلاس شوف شنو مالتك الحاويه اللي تريد تستخدمه دائما نستخدم الجلاس لانه هو ما يتفاعل باي كومبوننت واحط له اسوي له عمليه تنقيع واعوفه 24 ساعه 3 ايام مرات هاي من اريد استخلص مواد عطريه واغطيه وراها بعدين اسوي له عمليه فلتره هذا يسموه المايزريشن ما استخدم اي هيت بالموضوع ماكو اي هيت سورس اونلي ووتر بدرجه حراره الغرفه او اي مذيب اخر واغطيه واسوي له عمليه تنقيع وانتهى ذات وبعدين افلتره هذا اسمه اول نوع الكولد ميثود من عمليات الاكستراكشن وابسطها واسهلها نجي نحكي the solvent used in extraction usually depends on the active constituent مثل ما قلت لكم اني من اجيب solvent معين اني اعرف مات المركب وفق دراسه مسويتها انه احتمال بيه الكلويدز احتمال بيه انثراكوينون احتمال هذا جينين بارت اللي دا احكي عليه احتمال بيه سابونين شوف اتسترا اي وحده من الجينين بارت اللي شنو مواصفاتها اكو ذوب بالووتر اكو ذوب بالكحولات اكو ذوب بالقواعد اني وفق هذه الدراسه اعرف المذيب الفلاني راح اخذه زين هذه الخاص هذا النوع من عملية الاستخلاص بي ادفانتج وبي ديس ادفانتج الادفانتج شنو هو كان بي يوزد فور ذا سنسيتيف سبستنس ها اهم فائده بالكولد اكستراكشن اور المايزريشن اني استخدمه للنباتات اللي احتمال من استخدم هيت بيها بالاكستراكشن تاذي الاكتيف كونستيتوينت مالتي فايش اسوي استخدم لها الكولد ميثود مثلا عندي هوايه مواد هوايه مركبات من اسلط عليها حراره تفقد خواصها تتفكك تتكسر يتغير لونها جزاني دا دور مستخلص لوني رايده فلافونايدز اريد مثلا فليفرز احتمال بالهوت ميثود راح اخسرها هذه المركبات فوين الجا اروح على الاكستراكشن باي كولد ميثود easy and cheap رخيصة لأنه هو بس استخدم كونتينر وسوليفنت واحتمال ووتر فهي كلش رخيصة الديس ادفانتج تاخذ وقت طويل احنا قلنا احتمال 3 ايام اسوي مايزريشن و تستخلص لي جزء من المادة مو كله احتمال المادة ما راح تنزل كلها ويا الاكستراكت اللي راح اخذه ونون افيشنت اللي هي غير كفوة يعني معناها او غير كافيه انه استخلص كل الاكتف كونستيوانت من ماتي النبته يعني هسه عندي المايزريشن اللي هي كولد ميثود نستخدمها لانه رخيصه ولانه تستخدم تكون نستخدمها للنباتات اللي تتاثر بالحراره فكلش نقطه مهمه خلصنا الكولد ميثود كولد ميثود وحده بالاكستراكشن لا ثاني ولا ثالث لها cold method وحدة اسمها mazeration نيجي نحكي هسه على الhot methods الhot methods قبل شوية ايش قلنا تنقسم الى جزئين يا continuous يا non-continuous هسه نحكي اول وحدة
الهوت ميثود اللي هي قلنا عليها بالبداية هي النون كونتينيوس اللي هي الانفيوجن أو عملية مثل نحط المواد ببودقة أو صهر ونخلي لها have special container called infusion pot. فالبودقة يسموها الانفيوجن بوت. فشي مرات نستخدمها من السيراميك أو الخزف الثقيل. This method for the extraction of volatile oil. The procedure وين استخدمها الهوت ميثود بالزيوت باستخلاص الزيوت العطرية أو زيوت الطيارة اللي موجودة وين بهواية مركبات مثل القرنفل بزيوت طيارة volatile oil كلش هواية. عندي حبة الحلوة بيها هواية زيوت طيارة. البيبرمنت بهواية زيوت طيارة. هاي الطريقة استخدمها الهل مركبات اللي اقدر استخلص بها الانفيوجن بوت. The procedure involved placing the plant اللي هي المادة اللي اريدها in the infusion pot. Then we add the solvent which is boiling water and cover with heavy lid. After the addition of the solvent, طبعا هنا قال الووتر هي مو بس ووتر، احنا نستخدم اي سوليفنت. بس لانه محكمة الغلق فيفضل استخدام البويلنج ووتر، لانه مرات اذا كان عندي الكحول اذا بدرجة حرارة عالية او القواعد بدرجة حرارة عالية ما يصير اغلقها تماما لان تطلع ابخرة ضارة ما ممكن تسوي ضغط على اللد. فبهالطريقة حستخدم البويلنج ووتر واغطي الانفيوجن بوت ويا الماتيريال اللي انا جابتها مال البلانت اللي دا ادور على الفوليتايل اويل مالتي مالتها واغلقها تماما. ورا فترة left the extraction of active constituent during that time the volatile oil evaporate with the steam and condense on the lid. After that we take the solvent which contain the active constituent. هسه هتقولوا لي ست احنا خالين المواد وغالقيها وشلون بالله يعني شلون تقطرت مالتنا يعني شلون اقدر احصلها؟ الانفيوجن بوت بالماتيريال مالتي البلانت وخليت له البويلنج ووتر وغلقته. الليد مالته هو ملامس لحرارة الغرفة، إذا درجة الحرارة واطية الأبخرة اللي راح تطلع عندي من البويلنج بوينت وين راح تصعد؟ حتاخذ وياها تبخر الأكتيف كونستيتيونت مالتي من البلانت وتاخذها ويا الفيبر وتوصل للليد. الليد سطحه بارد فراح ترجع مرتلخ هذه الأبخرة از ووتر وترجع تتقطر مرتلخ على الكونتينر نفسه. اذا الكونتينر مالتي راح يبدي يلم يطلع من النبته ويرجع يخليه از ليكويد. فتجمع عندي بالانفيوجن بوت اللي جوه ويا السوليفنت الاكتف اللي اني داريد ادور عليه. حاخذ هذا الخليط اللي طلع لي ورا فتره طبعا ورا ما تبرد وكل الابخره تتكثف تحها واروح افلترها. هذا المستخلص اللي طلعته الاكستراكت هو اللي يسموه الاكتف كونستيتيونت اللي بعدني انا ما مشخصته بس انا سويت له فصل من النبات. واضح طلاب؟ واضح الطريقه الهوت اللي هو نون كونتينيوس. ليش نون كونتينيوس؟ لانه ماكو استمراريه، تبخر وتكثف وخلاص، ماكو فتش يكمل يرجع يحمي ويرجع يحمي ويرجع، ماكو. هو خليت له بويلنج ووتر وتكثف ورجع مرتلخ وفلترته طلعت الاكتف كونستيتيونت ولهذا يسموها النون كونتينيوس. لهنا طلاب عندكم سؤال؟ طلاب؟ لا دكتوره واضح. كلش واضحه؟ زين شنو النون كونتينيوس؟ اشرحي لي شو اسمك؟ مريم سعدون. دكتوره النون كونتينيوس هي طريقه اللي نستخدمها بالهوت ميثود يعني انه الشيء هي ضروري نستخدم بها الحراره انه تكون ليش سميناها نون كونتينيوس؟ قلنا لانه راح تتبخر وتتكثف يعني تنتهي يعني ترجع يعني مو تكون او طريقه مستمر توصل انك مكملت ما قدرت تستمر فبس اني لحقت عليك. تمام يعني انا ما خاله مصدر حراري بهاي الطريقه هي هوت ميثود
بس مو باستخدام مصدر حراري. أنا خليت الووتر at boiling point، واضح؟ يعني بالبولينج بوينت يعني ماكو مصدر حرارة نهائياً، هي الطريقة الأولى اللي هي النون كونتينيوس. أنا خاله بويلينج ووتر وخليته بالبوت وسديته خلاص، بس الووتر حار. واضح، فهم. شكرا دكتورة. تمام تمام يعني زين. نجي نحكي الطريقة الثانية اللي هي الديكوكشن، اللي هي هم شنو نون كونتينيوس. الديكوكشن اللي هي احنا هنا شفناها اللي هي نون كونتينيوس method. In this method we place powder plant. طبعا اذا قلت plant او powder معناها طاحنته، يعني من رد يعني نركز عليها، احتمال اخليه ما مطحون واحتمال اخليه مطحون. احطه في container and add the solvent and place the container on the source of heat direct. هذا الفرق بينه وبين الانفيوجن بوت. هالمرة انا مالتي اخذت الباودر وخليت له السوليفنت، بس ايش راح اسوي؟ راح اخلي الهيت موجود جوا الكونتينر اللي خليته به، بس هذا الفرق. الديكوكشن مالتي خلت له مصدر للحراره، الانفيوجن بوت ما عندي، بس الثنين الطريقتين هي نون كونتينيوس. والسبب راح تشوفوه بالطريقه اللي راح تطلع لكم الكونتينيوس. هسه الديكوكشن خليت مالتي الكونتينر، خليت به البلانت وخليت مالتي المصدر للحراره وخاله سوليفنت وانتظر. This method is usually used for hard plant material like bark. هذه الطريقة المن حستخدمها يعني بين قوسين الديكوشن أنا دا أفور، يعني خال كونتينر على النار، يعني شلون القوري دا أفوره بالضبط بالضبط هالشكل. أجيب مالتي الكونتينر وأحطه على الهيت ميتال اللي عندنا باكر نشوفه إن شاء الله، وانتظره ساعة ساعتين على لو تمبريتشر مو كلش حار، وانتظره فد ساعة ساعتين ثلاث ساعات إلى أن أشوف تغير اللون وبدت المواد اللي موجودة بالبارك بالجذور مثلا مال أرق السوس كلها نزلت، بحيث اللون صار عندي جوزي طوخ، معناها أني كل اللي كانت بالبارك طلعت. وراها آخذ هذا المستخلص وأسوي له فلتريشن وأبدي أشتغل عليه مات الفحوصات التالية. زين هسه عرفتوا الفرق طلاب، الديكوكشن هو نون كونتينيوس والانفيوجن بوت هو نون كونتينيوس، بس اثنينها هوت. الديكوكشن هو عملية استخلاص باستخدام سورس مباشر، والانفيوجن ما عندي اي سورس بس استخدم البويلينج ووتر. زين واضح طلاب لهنا؟ نعبر على الكونتينيوس هوت اكستراكشن ميثود. ما حد يحكي طلاب يا معودين؟ نعم دكتورة واضح. الحمد لله دكتورة. زين مو اني فاتحة بس السلايدات، سادتها من الحاسبة فما دا اشوفكم، اخاف يطلع صوت فدا، فدا احكي بس من مكان. زين تتباعون هذه الصورة طلاب؟ وضحت عندكم؟ هاي باكر نحط لكم اياها الجهاز ونشرح. باعوا تشوفون هذه يسموها continuous hot method. هسه نفتهم شنو continuous. دا تبعون هذا الراوند، هذا يسموه راوند، اكو جوا على جوا هذا المصدر الحراري، يا اما يكون فليم او مرات اخليه على هيتر هيك حاضن يحضن هذه الطوبه دا تشوفوها، خاله بيها السوليفنت مالتي وخاله بيها الاوراق او الليف او السيد، شوف انا ايش اريد استخلص، او فلاور احطها بهذا الراوند. النيك مالتها محكمة الغلق، يطلع من عندها إذا تشوفون كوندنسر، إذا تشوفون طلاب كوندنسر، هذا الكوندنسر بي إن وأوت ووتر، الإن يدخل المي من فوق يبرد جاكيت يسوي لي داير مداير هذا الكوندنسر، وينزل بعدين الأوتلت السكند هاي تشوفوها الثانية، هذا تنزل المي الحار لي جوا. فإذا إيش دا أسوي أني؟ أسوي عملية تبريد. شي يصير عندي؟ أنا حاطة مالتي الأوراق بهذا الراوند وخالة سوليفنت وخالة مصدر حراري بديهيا، وكونتينر مغلق محكم الغلق بديهيا، يعني بالمنطق إنه الأبخرة مالتي راح تصعد، وين تصعد؟ تنحصر بهذا الكوندنسر.
هذا الكوندنسر بي تيوب من جوه فارغ وداير مدايره فشي شبكه مالت الووتر يسموه جاكيت، يغلفه داير مدايره بحيث يصعد البخار وحيرجع ينزل مرت اللخ. وين ينطي وجهه؟ حيتكثف، صار عندي بخار حامل للاكستراكت مالتي على الاكتيف كونستيتوينت. فوين يروح؟ شاف صعد هو بخار حامل وياه كل المواد اللي اريدها الضروريه، اول ما يشوف الجاكيت داير مدايره لدرجه الحراره راح يبدي يتكثف. حيتكثف وين ينزل؟ حيرجع ينزل مرت اللخ وين؟ حينزل بالراوند نفسها. شي يسموها هذه continuous hot method، يعني أنا كثفت ورجعته بنفس الراوند ويبقى يستمر. يرجع مرت اللخ شكو بعد مواد بالإكستراكت ما طالعة بالبلانت مالتي، يرجع يتبخر ويرجع يتكثف، يتبخر ويرجع يتكثف إلى أن أشوف اللون مالتي بدأ يثبت. بعد ما يتغير اللون معناها أني خلاص ها هي كل المواد طلعت من الورقة، كل الأكتف كونستيتوانت من الأريدها طلعت من الورقة، لأن تقريباً اللون ثبت. أوقف العملية، أفصل الراوند، أفلتر وأخذ الإكستراك اللي بعد الفلترة وأروح أسوي له فحوصاتي. هذه يسموها continuous hot method. ليش؟ لأنه البخار يصعد وينزل يصعد وينزل، موقف بمكان معين استمر إلى أني أوقفه، يسموها continuous method. بيها فوائد. small amount of solvent is used. ليش؟ سؤال طبعا كلش مهم، ليش small amount؟ الذكي المفروض يجاوب يقول ست مو هو وسط مغلق، يعني ست مالتي حيتبخر ويرجع وحامل ويا الاكستراكت فحيبقى نفسه، ما راح اخسر اي تني اوف او اني جرام اور اني لتر اوف ماي solvent لانه مغلق، مالتي السيستم مغلق. فلهذا كلش مهم تعرفون السمول اماونت اوف سوليفنت جايه انه السيستم مغلق، مو مثل الديكوكشن. الديكوكشن خليته على الحراره وعفت للجو بقى يبخر 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 وخلاص السوليفنت خلاص والووتر خلاص، فذاك نوعا ما مكلف. بينما بهذا النوع اذا تلاحظون السيستم مغلق مالتي، فيقولون هو كلش الادفانتج مالته استخدام سمول اماونت of solvent used for toxic reagent which cannot be used in open air system. نفس الخاصية نرجع، بما انه هو closed system فأنا احتمال دا استخلص مواد سامة فأحتاج انه مغلق، يجوز الأبخرة اللي تطلع لي تأذيني مثلا الداتورة، داتورة مادة مخدرة احتمال بها توكسيسيتي عالية، فمن اجي استخلص انا احتاج ما اسوي ديكوكشن احتاج سيستم مغلق، اجي ادور على واحد من ذني الطريقتين، يا non continuous يا الكونتينيوس. الخاصية الثانية continuous extraction مثل ما قلت لكم هو يتبخر ويتكثف يتبخر ويتكثف، فهي عملية مستمرة good extraction. واضح لهنا طلاب؟ طلاب يا معودين واحد يجاوب. واضح لك. زين فاهمين؟ باكر اسأل واحتمال اسوي لكم اورال وتخلصونا من الكويز حتى اعطيكم درجات. شو تقولون؟ اسوي لكم اورال طبعا مو باكر الاسبوع اللي هذا كويز ثاني، يعني باكر عندكم كويز لو لا؟ اي دكتور تمام. زين نجي نحكي هسه على اهم جهاز عندنا اللي يسموه سوكسيليت ابارتشس. سوكسيليت ابارتشس طبعا هذا من ارقى الاجهزه بعمليه الاستخلاص المستمر اللي هو hot continuous extraction. hot continuous extraction succulent apertures حتباعون صوره على اليمين وصوره جوا اللي بالاصفر، طبعا انا حشرح لكم على الصفره لانه اوضح من الصوره اللي على جنب. واضحة الصورة كلكم طلاب عندكم؟ هي دكتورة دا تشوفون السيستم اكو بيه مثل اليد يمنى ويسرى، ودا تشوفون اكو راوند، ودا تشوفون اكو كوندنسر هذا الازرق دا تشوفوه؟ اي دكتورة. هسه اني ماتي احنا قلنا كونتينيوس متفقين،
خليت مالتي البلانت وخليت له سوليفنت وجبته بالراوند. دا تشوفون هذا جو الرصاصي جو الراوند، هذا هوت بليت مصدر للحراره، مشغلته بتمبرتشر معينه وبثرموستات طبعا يفصل حتى لا يؤذي النبته. اول شيء اريد تعرفوه ليش استخدم سوكسليت، كلش مهم تعرفون. السوكسليت بيفه جزء يسموه تشامبر، هذا التشامبر شو يحتوي؟ يحتوي على قطعه فلترايت او فلترايت كلوث، فد شلون الشاش محصوره بهذا. دا تشوفوه الجزء اللي يم اليد، دا تشوفوه بالصورتين مبين، فشي ابيض. دا تشوفون اليد اكو قبالها فشي اصفر ومبروم عليه ابيض، مبين بالصوره الحقيقيه لي فوق. هذا التشامبر احط عليه كلوث مثل الفلتر، كلش مسامي مثل الشاش، يعني يتنافذ من عنده الليكويد. ايش احط بيه؟ احط بيه مالتي الباودر، يعني الباودر مالتي ما احطه بالراوند ابد، احط السوليفنت اونلي بالراوند، ما احط ابد مالتي الباودر بالراوند او الاوراق. وين احطها؟ احطها بهذا الفتشي مثل الشامبر او كونتينر، فتشي جزء زجاجي موجود، ادخل بيه مالتي كل المواد اللي اريد استخلصها بهذا الثين اوف كلوث وادخله بهذا الشامبر. ايش حيصير عندي؟ واربط فوقها، اربط فوقها الكوندنسر مالتي، اخلي له انه اوت ووتر واشغل الحراره. مالتي السوليفنت راح وين يصعد؟ حيصعد بخار حار اونلي، بخار كل شيء ما ماخذ وياه، سواء ابخره كحول، ابخره ميكشر، خليط، سيستم معين انا مستخدمته، حياخذ الابخره يصعد فوق، حمت الحراره بدا يتبخر، صعد البخار. وين راح يصعد البخار؟ راح يصعد البخار قبل اكو فتحه باشر اشوف لكم اياها، تصعد وين الابخره؟ تصعد على الشمبر اللي موجود به هذا الكلوذ اللي خاله به مالتي الليفز او البارك او السيد، شوف شنو، او الفلاور اللي خالتها اريد اسوي لها استخلاص. هذا الستيم الحار او الفيبر الحار راح يسحب شكو مواد بهذا الكونتينر ويطلعها على صفحه. دا تشوفون هذا المستوى الاصفر اللي يم اليد، واضح طلاب؟ يبدي يصعد السوليفنت، يبدي يتجمع بخار، بخار حار سوالي اكستراكت وبرد لانه اكو جاكيت فوقه مال ووتر، فيبدي يسحب مالتي الاكستراكت وينزلها. ما راح تنزل على الراوند، ما راح تنزل على الراوند مالتي، راح تتجمع وين؟ تتجمع عندي بالضبط بهذا الكونتينر. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي طبعا اليدتين هي عباره وحده ان واوت، يصير عندي مثل الاواني المستطرقه، ينزل ويصعد، يصعد بهذا المكان، ينزل يتكثف ويتقطر ويبدي يصعد. باكر طبعا هذا الحكي يجوز احتمال صار عندكم مسليدنج، باكر حنسوي التقطير بالسكسوليت وحتشوفوه بعينكم شلون نبدي نكثف ونسحب مالتنا الاكستراكت. واضح طلاب؟ ليش خليت الشمبر وخليت مالتي البلانت هنا؟ لانه اني ادري الحراره العاليه لهالماده راح تاذيها وتكسرها، فبديت ايش اسوي؟ استخلصها بالفيبر الحار، ما اريدها يجي عليها مباشر، فبعدتها عن مصدر الحراره وخليتها ينزل عليها المستخلص ستيم وبعدين ينزل عليها متكثف ويسحب وياه، حفاظا على الاكتف كونستيتوينت مالتي الموجوده بالسكسوليت. واضح طلاب؟ واضح؟ عندكم فرق الرفلكس والسكسوليت؟ كم شغله يعني ما فهمناها. اي باكر انه الموقع مال الفلترايت وين صاير؟ وشلون يتجمع؟ يعني هو الكونتينر اللي يتجمع فيه؟ هسه عندي فيديو اجوز انزل لكم اياه، وهو اول ثاني باكر احنا راح نشتغله بدينا. يعني هذا اول ما نجي على هذا الجهاز نسوي بيه فلتره
نحط الباودر مالتنا ونشغل لكم اياه وراح تفتهمون الحكي مالتي، راح تشوفون السوليفنت منين يصعد وين ينزل وين يصير بي ديستيليشن ويتكثف ويتقطر وينزل بهذا الراوند الجواني، وبعدين اسوي له عمليه فلتر فصل يعني بس، ويطلع طبعا يطلع نظيف كل شيء ما بي لانه فلتر، لان ما عندي بارك ولا ليف كلها موجوده فوق، فراح ينزل اونلي البيور. وحقكم اذا مو كلش فهمتوا، لانه لازم هذا يعني قدامكم الجهاز تشوفوا لازم يعني فيديو او تشتغلوه بديكم. بس بالعموم اريد تعرفون انه مالتي هذا السكسوليت يستخدم بكثره بعمليه الاستخلاص مع النباتات، هو هوت ميثود وكونتينيوس كلش مهم. وتعرفون ليش استخدمناه؟ لانه كلش النباتات اللي سنسيتيف للحراره او الحراره المباشره استخدمها بهذا الجهاز، لانه مبعده مالتي كل النبته مالتي خلتها فوق ما منزلتها بالراوند، خلتها فوق يم اليد. واضح طلاب؟ واضح طلاب؟ نعم دكتور واضح. نعم. اي نعم دكتور. هسه عندي اي اكو فرق بين يعني السوكسيليت والرفلكس، سهله كل شيء ما حاجه حتى ادخل بها ولا اروجكم بها، اقروها سهله يعني. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا ذاك الرفلكس يحتاج دائما اني افلتره لانه حيرجع نفس المكان بالراوند، هذا سكسوليت ما احتاج افلتره حينزل لي نقي فما احتاج له فلتره، ذاك مباشر الحراره ذاك غير مباشر. دايركتلي كونكتد تو ذا كوندنسر، هنا أنا مو دايركتلي يعني محطوطه بجزء. يلا بعدين لازم تشوفوها باشر ان شاء الله تشوفوها ونحكي الفروقات. عندي اخر نقطه اللي هي ديستليشن، نفس الطريقه اللي هي هم هوت ميثود وكونتينيوس، بس اكو فرق كلش مهم. دا تباعون الرسم دا تشوفون الراوند مالتي، قلنا باول طريقه بالهوت كان عندي يتكثف ويرجع يرجع على نفس الراوند، هنا أنا بالديستليشن ما راح يتكثف ويرجع، باعوا الجهه مالته باعوا اللي هو ده. طبعا هذا شيء يسموه دا تشوفون الصوره العليمنه، كلكم اريد تباعون الصوره العليمنه، الصوره العليمنه دا تشوفون هذا البايب الطالع وبي مثل رقم اثنين، هذا يسموه جلافنجر، باكر تشوفوا ان شاء الله. هذا شنو فائدته؟ يشتغل هاي الراوند احطها على مصدر حراري وحاطه مالتي الليف او البارك بيها، خليت حراره وبدا يتبخر، راح لي وين؟ للكوندنسيشن، هذا دا تشوفوه اللي يسوي عمليه ديستليشن او تقطير، وبي جاكيت. بس مكانه وين؟ مكانه على صفحه، ما راح يرجع للراوند، راح احط على صفحه فتحاويه الم بيها المتكثف اللي هو الاكستراكت مالتي، بينما باول طريقه الهوت اللي اخذناها كان يرجع على الراوند وفلتره، هنا أنا لا راسا افصله. تتبعون طلاب؟ الجزء اللي على اليمين يسموه جلافنجر، واللي على اليسرى اللي هو الديستليتر، شنو؟ خاله الراوند وخاله الهيتر وخاله مالتي الليفز او البلانت، سويت له عمليه تكثيف بدا يتكثف بس ما راح يرجع، خاله بالنهايه كونيكال فلاسك ال ام بي المتقطر او المتكثف. واضح طلاب؟ نعم دكتور. عندكم سؤال؟ دكتور هذا نعم هذا هم هنقدر نشوفه بالمحاضرة؟ السؤال لو شنو ما افتهمت؟ لا بالديستليشن راح نقدر نشوف الادوات مالته بالمحاضرة؟ محاضرة لو باكر باللاب؟ باللاب طبعا باكر كلها طالع لكم اياها، هذه كلها نسويها، الجلافنجر موجود، السكسوليت موجود، الديستليشن موجود، كلها نصب لكم اياها ان شاء الله وتباعوها بعينكم. تمام. ونسوي فد استخلاص بسيط، حتى الديكوكشن والمازريشن كلها نسوي باذن الله. دكتورة؟ نعم. بالنسبه للباتشر يعني نشتغل واكو كود بس ما اشتغلت تجربه؟ لا اول شيء تتجوزون واحنا هيك الاتفاق، احنا هيك كنا نسوي ذاك الكورس
10 دقائق كويز وبعدين ندخل باللاب يعني نكمل الكويز بالمحاضرة السابقة بالمحاضرتين السابقة. وقلت له محمد يتواصل ويا دكتورة نور لأن هي مسؤولة عن اللابين فاحتمال الكويزات يمها يعني هي تكوزكم أول ما تدخل. تمام دكتورة شكرا. وبعدين ندخل بهذا هذا كله سهل باكر بنشرح على الأجهزة احنا ما عندنا فد شيء بس نجيب لنا نبتة ونستخلصها حتى تشوفوها يعني تشوفون الجهاز شلون دا يشتغل. مطالبين بالأجهزة كلها طبعا الهوت والكولد كلش مهمة فروقاتها كلش مهمة وأتمنى شرحي واضح إن شاء الله. عندكم سؤال طلاب؟